أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الحكم إذا وضعنا مسابقة للطالب المثالي في حفظ؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما الحكم إذا وضعنا مسابقة للطالب المثالي في حفظ القرآن والمتون العلمية؟ وهل يعتبر من الميسر؟ هذا المسابقة على مسائل العلم يدخل في المسابقة المباحة، لأنه نوع من الجهاد، لأن طلب العلم نوع من الجهاد كما يقول الإمام ابن القيم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وكذلك إذا وضع الأب جائزة لأبنائه إذا حافظوا على صلاة الفجر في جماعة. هذه ما هي مسابقة، هذه جائزة على غير مسابقة. المسابقة هي المغالبة، أما هذه ما هي مسابقة، هذا جزاء على فعل. نعم.